ناخد بقى الصنف الثاني. حاضر معانا. انا هبدا الاول في العصاير عشان اشغل الخلاط، لان هيدخل معايا الفقره ان شاء الله اللي هيبقى فيها الضيفه اللي هتنورني، فمش عايزه اشغل الخلاط عشان ما ازعجش حضراتكم وهي بتتكلم. فانا هشتغل معاها في الهاش بوتيتو دي بعد ايه، بعد ما هي تدخل. فخليني اعمل العصاير، ننزل عصاير الطاقه اللي اتفقنا ان هي بتدي طاقه حلوه، انرجي لطيفه لو خدناها، ويبقى فيه تنوع من الحاجات اللي احنا بنحب نستخدمها، حاجات موجوده عندنا زي الايه، زي البطاطا والحركات. طيب احنا ايه عايز ايه يا ولد؟ احنا اصل الضيف دخل، فاحنا الضيف بقى بنتشاور دلوقتي. طيب انا هقول بس المقادير بسرعه، هننزل المقادير بتاعه اتنين مشروب طاقه، هما ظراف جدا ولطاف وسهلين. عندي سموذي البطاطا الحلوه، بطاطا مسلوقه ومهروسه، كوبايه لبن، موزه، معلقه صغيره من الكاكاو بس يكون طعمه حلو، وتلج. ده عصير وينفع جدا اللي بيلعبوا رياضه، اللي بيلعبوا جيم. عندي بقى عصير التفاح والموز، عباره عن تفاح وموز وبلح، حوالي حبيتين ثلاثه بلح، وربع كوبايه من اللبن، وممكن نخليه نص كوبايه لبن على حسب الخليط، لو هو هيبقى تقيل نزود لبن عادي، ومعلقه زبده جوز هند لو فيه، او مفيش هنحط زبده فول سوداني. كده العصير بقى التاني في السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده معلقه عسل، معلقه عسل واحده اهو، وهو عبارة عن بلحتين كمان، لأن أنا ممكن محتاجش العسل لو البلح مسكر، هاخد مقدار بلحتين متفصصين خلاص. وعندي من زبدة الفول السوداني، عايزة أقول لكم السمسم مخزن كالسيوم، يعني عايزة أقول لكم هي غنية جدا. الفول السوداني الزيوت اللي فيه، عايزة أقول لكم إحنا ما بنحتاجش حتى نضيف لها حاجة، الفول السوداني غالبا بيتحمص ويطحن كويس قوي في الكبه، والزيوت اللي فيه بتطلع بتخليها هي اللي معجون كده، واحنا عملناه قبل كده على فكره، وان شاء الله مره تانية نعمله. هاخد بقى من الموز حته ومن التفاح حته، وخلاص هبدا اظبط هنا كده، والتفاحه كمان قطعه صغنونه، وادي السكينه بتاعتي اهي. اهلا 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 كده. هشيل الجزء ده، انا طبعا بالنسبه لي هخلي القش عشان انا مش هينفع اصفيه، انا عايزه استفيد بكل الحاجات، فانا هقشر بس. هاخد نص تفاحه وادي النص التاني، ونبدا بقى نتكلم عن الضيف اللي هيشرفني وينورني في الفقره اللي جايه، خبير التغذيه كريم اكرم. كريم هيجي بقى يحكي معانا شويه، نشوف كده ايه التطورات الجديد في المنتج، ويعرفنا بقى ايه الاسرار الحلوه من خلال كل اصدقائنا وكل الحالات اللي بتجي لهم. عايزين نعرف كده ونجاوب على شويه اسئله. هنحط اللبن وبعدين نخلط الخليط ده مع بعض، ونشوف لو محتاجين معاه تلج او حاجه. اهي قطعه واحده. بسم الله. هناخد بقى المشروب الحلو ده ونبدا نصبه هنا. بسم الله. من مشروبات الطاقه الهايله. وكده بقى نبدا نشتغل في الوصفه اللي جايه، لكن قبل ما ابدا فيها اسمحوا لي ارحب بضيفي واستقبله في الفقره اللي جايه، كريم اكرم خبير التغذيه، انتظروني بعد الفاصل، منتظر حضراتكم.